بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. دائما في إطار تغطيتنا لفعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية وفي إطار تقاسم التجارب وتبادل التجارب مع الدول الصديقة والشقيقة، يسعدنا أن نستضيف ببلاتو القناة بالسيد يوسف الشاوش رئيس جمعية طريق السلامة من الجزائر. أهلا وسهلا بكم سيد الشاوش. شكرا لكم. مرحبا بكم وشكرا على قبول الدعوة. يسلمك، هذا شرف لنا. اولا سيد شوش، ما هي انتظاراتكم يعني من المشاركه في هذا المنتدى؟ اولا نحن جمعيه طريق سلامه، هي جمعيه وطنيه، نحن ممثل جمعيه طريق سلامه لولايه بجايه. اذا شاركنا في هذا الملتقى المهم جدا. اولا قبل كل شيء نشكر السلطات المغربيه على راسها وزاره التجهيز على هذه المبادره الطيبه اللي يعني جمعت جميع الفاعلين والمشاركين في هذا المجال يعني لتبادل الاراء، ويعني مشاركتنا في هذا الملتقى المهم جدا يعني لتبادل الاراء بين الفاعلين سورتو الدول الافريقيه، يعني عندهم خصوصيات متقاربه ماشي كما الدول الاوروبيه. يعني كي نقارنوا الجزائر نقارنوها بالمغرب، نقارنوها بتونس، ما نقارنوهاش بالدول الاوروبيه في مجال السلامه المروريه، لان الدول الاوروبيه راهم متقدمين بزاف في هذا المجال. اذا كل بلد يعطي يعني الاراء تاعو، يعطي الانتباعات، يعطي يعني ليزاكسيون راهم يديرهم في الميدان، هكذا كل بلد يستفاد من بلد اخر. هذا يعني الاوبجيكتيف برينسيبال. ونستفادوا ثاني من الاقتراحات تاع ليزيكسبير، كاين لهيباك ليزيكسبير اللي راهم يبدوا اقتراحات يعني ملاح نستفادوا منها. كل واحد يدير اقتراحات يعني في بلاده نقدر نستفادوا منها ونقصوا الاوبجيكتيف يعني دون توسا باش نقصوا من حوادث المرور الاوبجيكتيف يعني اوموان لا موتي. والرفع من شروط السلامة أكيد يعني في الطرق سواء في الجزائر أو في باقي الدول الإفريقية. صح، ونقوله أيضا العنصر البشري هو عنصر مهم في السلامة الطرقية، عنصر مهم لأن السائق هو العنصر البشري، اللي يدير الطرقات هو العنصر البشري، اللي يدير الإشارات المرور هو العنصر البشري. يعني تقريبا 100% من يعني أسباب حوادث المرور هو العنصر البشري. يعني نسبة كبيرة كتبقى مرتبطة بالعنصر البشري. يعني تحدثوا لنا عن جمعياتكم، ما هي أهم المحاور التي تشتغلون عليها؟ أكيد أنكم تشتغلون على التحسيس وأشياء أخرى، ما هي أهم المحاور يعني باختصار؟ يعني محاور تاع جمعية طريق سلامة، أولا نركز بزاف على الطفل الصغير السائق المستقبل. يعني نروحوا حتى في الجزائر عندنا قانون اللي يقول التربية المرورية واجبة في المدارس الابتدائية، مازال رانا ننتظروا يعني النصوص التطبيقية باش تكون يعني في المدارس. ونروحوا للمدارس نديروا عملية تحسيسية، وعندنا يعني ان بروجي يونيك ونالجيري وسميناه المدرسة النموذجية في التربية المرورية. يعني شدينا حكمنا قسم، ما قدرناش نحكموا المدرسة كاملة، حكمنا قسم. ملي دخلوا السنة الأولى ابتدائي راهم صغار، حتى وين يخرجوا من الابتدائي السنة خمسة لمدة يعني 5 سنوات، احنا نروحوا نقدموا لهم دروس ماشي توعية فقط، ولكن دروس في التربية المرورية 3 ساعات. هادشي في ولاية بجاية يعني اللي فيها الجمعية أيوة. ديال تما اخترنا مدرسة اللي فيها يعني ريسك كبير، فيها راه قدام محطة الحافلات، يدوزوا قدام لو بورتاي تاع المدرسه اكثر من 214 حافله في الساعه. دونك ايماجين الاطفال يعبروا الطريق، يعني هناك خطر كبير ديجا، وكاين بزاف يعني لي فيكتيم داكسيدون تما وهما الاطفال الصغار. يعني هذا البروجي رانا في السنه الثالثه، ويعني يجيب يعني لي فخوي. كتلاحظوا يعني هناك تغيير في السلوك؟ تغيير في السلوك بيان سور، باسكو هذو الاطفال اللي وعيناهم اللي قدمنا لهم دروس نلاحظوهم في الطريق، كيفاش عبروا الطريق، كيفاش يركبوا السياره. يعني رانا اوني فريمون تخي تخي ساتيسفي. هذا قسم نموذجي يعني قسم نموذجي يعني باش نبينوا يعني لوتيليتي تاع ليدوكاسيون روتيير في ليزيكول. وكيف يعني يمكن من هذا القسم النموذجي
تجي أن تمر يعني لباقي الأقسام، هل يجب أن يكون هناك دعم من السلطات؟ نعم لازم يكون دعم، لازم تكون النصوص التطبيقية من طرف وزارة التربية باش تطبق هذا القانون اللي يقول التربية المرورية واجبة في المدرسة خاصة الابتدائية. خاصة الابتدائية الطفل الصغير كي يبدا بدروس التربية المرورية يولي هو قابل للاستيعاب كيستوعب يعني. نعم دونك لازم تعميم هذه الدروس في على جميع المستويات على جميع المدارس. ويعني شنو المشاكل اللي كتطرح لكم يعني في تطبيق يعني هاد المشاريع وهاد التجارب ديالكم؟ اكيد هناك تحديات كثيره. ايوه هناك تحديات. التحدي الاول التحدي الكبير يعني هو الاباء الاولياء كي كنقدموا النصائح للاطفال وهم يستوعبوها، لكن الاباء ما يديروا يعني اشياء يعني كونترار واش ندير يعني خاطر الطفل الصغير يعني لا ريفيرونس تاعو هو الاولياء تاعو، كيشوف الاولياء يقطع الطريق يعني ماشي في ممر الرجلين. فوالا دوك هو الطفل الصغير عطينا له نصائح لازم تقطع في الطريق في ممر الرجلين، كي تركب السياره لازم دير حزام الامام، وكيشوف الاولياء تاعو ما يديروهاش يعني هذا هو التحدي. لو كان الاولياء لو كان يعني هما يقدموا يعني يكونوا مثال التربية تاع اولادهم في هذا المجال. والجمعية ديالكم يعني واش ما كتقومش بتوعية الناس الراشدين يعني الاباء وما غيرهم، يعني واش كتقتصروا غير على الاطفال؟ لا 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 هذا استاذ فولي، هذا شيء تاع حاجة نديروها للاطفال، وكاين ثاني نديروا عملية تحسيسية للسائقين في الطرقات، ونديروا دي فورماسيون في المؤسسات اللي عندهم سائقين كبار، خاطر ثاني هذا الفينومين هذا تاع سائقين لي كوندكتور بروفيسيونيل كيما لي تاكسيور كيما كوندكتور دو بوس، كيما كاين مؤسسات اللي عندهم سائقين بزاف يعني يديروا دي لون تراجي وهما بالك راهم نعسانين وراهم عيانين ويقدروا يعني يديروا حوادث مرور كبيره. دوك هذه الفئه دحسوها ونديروا ثاني. شنو وسائل التحسيس والتواصل اللي كتواصلوا بهم مع هذه الفئه؟ يعني شنو ما هي الاجراءات التي تقومون بها؟ الاجراءات يعني نديروا عمليه تحسيسيه يعني دي كومبان دو بروكسيميتي، حنا اللي نروحوا ما نخليش السائق يجي لعندنا، حنا اللي نروحوا عنده، نروحوا للبلديات، نروحوا للمؤسسات، نروحوا للسائقين في الطريق نحبسوهم نوعيهم نهضروا معاهم، دونك حنا اللي نروحوا للسائق ما نخليوش السائق يجي عندنا. وعندنا ثاني ان اوتر فولي لو فولي سكوريزم، نديرو دي فورماسيون سكوريزم يعني في الاسعافات الاوليه، خاطر ما نشوفوش برك الاكسيدون قبل ما يصرى، داكور نوعيو الناس باش ما يصراش الاكسيدون، وكي يصرى الاكسيدون ثاني لازم عندنا اون با دي ريسبونسابيليتي، كي نلقاو اون فيكتيم داكسيدون لو بخومي تيموان سور لي داكسيدون هو السائق، هو اللي يكون في الطريق قبل ما توصل الحمايه المدنيه، لازم السائق هذاك اللي لقى حادث المرور في الطريق لازم يعرف الاسعافات الاوليه اللي يقدمها لي فيكتيم هذوك باش يستنى سادير لي بروفيسيونيل يجيو كيما الحمايه المدنيه. دوك هذه لي سكوند هذو الثواني هذو مهمين جدا، لو كان السائق كاع السواق اللي يعرفوا الاسعافات الاوليه نقدروا كومام نربحوا بزاف من لي فيكتيم داكسيدون. اكيد نتمنى لكم التوفيق. وكاخر يعني كلمه، ما هي الرساله التي يمكن ان توجهوها للافارقه والمشاركين في هذا المنتدى ولعموم يعني مشاهدي القناه؟ فوالا دونك الافارقه جميع البلدان الافارقه لازم تكون اولا اراده الشعب، لازم تكون اراده سياسيه، لازم هذه الارادات الاثنين لازم يكونوا مع بعض. دونك لازم المسؤولين تكون عندهم اراده اللي تقلص من حوادث المرور، لازم ثاني الشعب كما السائقين والراجلين لازم تكون عندهم اراده ثانيه، ماشي ما نستناوش برك في العمليه التحسيسيه. وكاين حاجه اخرى، العمليه التحسيسيه ما تمشيش وحدها، لازم تكون معها الرادع تطبيق القوانين. في كان خاطر لاحظنا في البلدان الافريقيه مخصوصه شويه تطبيق القوانين، كاين قوانين مي تطبيق مخصوص شويه. تطبيق كيكون يعني فوالا لازم يكون في التيران. دونك كنحسوا الناس وما نديروش تطبيق القانون ما نقصوش من حوادث المرور، لازم يكون تطبيق، لازم يكون الردع مع بيان سور مع الحملات التحسيسيه.
ونشكر جميع السلطات المغربية على هذه المبادرة الطيبة. بكم وأنا أتمنى السلامة للجميع. شكرا لكم سيد يوسف شاوش على كل هذه التوضيحات وعلى الوقت الذي خصصتموه لقناتنا. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى لقاء قادم بحول الله.